حتى لحظة دخولي إلى هذا الاستوديو بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 110 ألف إصابة، فمن الطبيعي أن تلجأ الدول إلى إجراءات للحد من انتشار المرض على أراضيها. فبعد أن علقت الدراسة في المدارس والجامعات، فرضت قطر قيودا على السفر والتنقل من وإلى 16 دولة أولاها مصر. السعودية أيضا أوقفت الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة ودول الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا ومصر والعراق. أتدرون ما يعني هذا؟ ماذا تعني هذه القرارات على العمالة الوافدة العربية؟ مثلا دولة مثل مصر، عمالها في الخليج الآن أصبحوا بحاجة لوثيقة من وزارة الصحة بالخلو من المرض للعودة والعمل في دول الخليج. انظروا إليهم يريدون هذه الوثيقة. الفيروس مخيف بطبيعته، لكن يا جماعة صحيح أن عدد المصابين حول العالم تقريبا 110 ألف، لكن عدد المتعافين أكثر من 60 ألفا، يعني 60%. هذا هو مستشفى ووهان المؤقت في الصين، وقد عالج كل المرضى الذين كانوا بداخله والآن يغلق أبوابه. كان مشفى مؤقت. المرض لا يقتل الجميع. طيب، هل يوجد أضعف من طفل عمره 3 أشهر؟ هذه طفلة صينية من مقاطعة هاينان تعافت من الفيروس، الآن تخرج من المستشفى. ما رأيكم؟ بمسن قوس الدهر ظهره، بمسن بلغ من العمر عتية ويلجأ للتوكؤ حين يمشي، عمره قرن، تعافى من الفيروس. تقول لي يا أحمد، إيطاليا تصدرت العالم ب366 وفاة. أقول صحيح، لكن هذا هو عمدة بادوا الإيطالية، تعافى أيضا من الفيروس وفي إيطاليا. انظروا إلى تصريحاته واستمعوا إليها بدقة. هذا ما قاله: الآن أنا بخير، لقد كنت محظوظا جدا لأنني مرضت وتعافيت. أخبروني أنني لن أستطيع التقاط عدوى هذا الفيروس بعد الآن، قد أتعرض لفيروس آخر لكن ليس هذا. كانت لدي الحمى مرتفعة، وكانت الأعراض الأخرى هي وجع رأس مؤلم وسعال قليل والتهاب الشعب الهوائية. أعتقد أنه يمكن لأي شخص الشفاء من هذا المرض. من الواضح أنني كنت محظوظا، لكن من الضروري التفكير بطريقة إيجابية. لا أريد أن أعمل لكم من البحر طحينة، لكن انظروا إلى هذا المريض في هذا السرير وهو مصاب في الفيروس بالصين في ووهان. عمره 87 عاما، يعاني التهابا رئويا حادا. كان في طريق عودته من التصوير الشعاعي لرئتيه، لكنه طلب من الطبيب أن ينتظر قليلا لأنه يريد أن يرى شمس الغروب التي حرم منها أثناء الحجر الصحي، ويشير إليها بإصبعه وينتظرون. صورة بالفعل تبعث على الأمل. لذلك ما رأيكم بمثال من العالم العربي عن التعافي؟ فلتأتي الكاميرا إلى هنا لأنه سيظهر معي عبر سكايب من مدينة غوانزو الصينية الفلسطينية الذي تعافى من فيروس كورونا، محمد أبو ناموس. مرحبا بك يا محمد. كلنا الحمد لله على السلامة، مبدئيا كلنا نصاب بالرشح والزكام. ما الأعراض التي أصابتك عندما شخصت بكورونا، وما الذي يختلف عن الرشح العادي؟ أول الأعراض أنا ذكرتها في قنوات كثيرة، ولكن أعيد لحضرتك، هي كانت ارتفاع حاد درجة الحرارة، صداع في الجبهة وأعلى الرأس، جفاف بالفم والحلق، طنين بالأذن، مشاكل بالجيوب الأنفية، التهاب بالأحبال الصوتية، ضغط حاد على الأكتاف وعتق الرقبة، ألم بالصدر والرئتين، وطبعا اللي هو انتفاخ بكل الغدد الليمفاويه. الاختلاف بينه وبين الرشح بانه الانفلونزا بشكل عام، انه الانفلونزا بتظهر بعد يوم يومين، هذا بظهر بعد اسبوع او 14 يوم، والاعراض بتظهر مره واحده وبتستمر لمده اسبوع اسبوع ونصف اذا تحمل المريض هذا المرض. انا شخصيا تحملت الاعراض لمده اسبوع ونصف، ما بعدها اصبحت في حاله. طيب يعني عاده يا محمد، عندما نصاب بالجريب أو الرشح نأخذ مسكنات، عندما كنت تأخذ المسكنات هل كانت تهدئ من الأعراض؟
أولا العقاقير لم تكن مسكنات، هي كانت عبارة عن عقاقير مختصة لمعالجة الأعراض ودعم الجهاز المناعي، واللي هو تقوية الجسد على تحمل الأعراض. لكن بشكل عام كان الجهاز المناعي له دور، وما في قلق، يعني ليس كل من يصاب سيموت. يعني أنا الحمد لله قدامك الآن وقدام الجميع. المشكلة كانت في انتشار، في آلية انتشار الفيروس، وفي انتشاره بحيث أنه يصبح هذا الفيروس بالانتشار أكثر مناعة ولا يستجيب للعقاقير. طيب، ما النصائح التي اتبعتها خلال فترة حضانتك للفيروس، وكيف علمت أنك برئت منه تماما؟ أولا أنتقل إلى الشق الثاني، كيف علمت أني برئت منه تماما؟ من خلال الفحوصات اللي هي، ومن خلال الحجر الصحي اللي تم بعد انتهاء العلاج. بقيت في الحجر الصحي لمدة 14 يوم أو 16 يوم بالأحرى، مع إجراء الفحوصات دون إعطاء للعلاج. أما النصائح كانت اللي هي التغذية السليمة، الوقاية الصحية، غسل اليدين دائما والغرغرة، أكل الخضروات والفواكه، الابتعاد عن المنبهات والبهارات والمشروبات الغازية، استخدام المطهرات، وطبعا اللي هو الاغتسال الدائم، غسل الملابس، عدم لمس الوجه وارتداء الماسك، القحة من خلال الكوع، أنت فهمتني كيف، وإغلاق طبعا اللي هو يعني غسل اللي هو مصارف الصرف الصحي قبل نعم. الجلوس، التقليل من نسبة التدخين والأمور هاي، تجنب كل الجوع الشكر والبرد، لك هذا أهم شيء. محمد أبو ناموس، تفضل. الذي الفلسطيني الطالب الفلسطيني في الصين الذي تعافى من فيروس كورونا، شكرا لك.